صحا مولودكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من جوسيب. الحلقه تاع اليوم ما لازمش كامل تراطيوها، تبعوني. نولو السبعينات في الاحياء الشعبيه الفقيره في امريكا ظهر هذاك الوقت نوع موسيقي جديد وسريعا ولا احد الانواع الاكثر شيوعا. نورمالمون عرفت على واش راني نهضر، بيان سور الراب. بعد ما كان منحصر فقط في امريكا، توسع الراب ودخل فرنسا واوروبا وبلدان افريقيه كما السنغال، وحتى الاواخر التسعينات باش بدا يدخل للبلدان العربيه، وين كان متمركز غير في بلدان المغرب العربي اللي هما الجزائر، مروك وتونس. ومع دخول القرن 21 بدا يلحق لدول الخليج. معظم لي جون تاع بلادنا هذا الوقت يسمعوا الراب، خاصه بعد ظهور مغنيين في الجزائر ولا حتى في البلدان العربيه الاخرى. واش رايكم دوكا نخرجوا كيف كيف للشارع ونشوفوا راي الناس في الراب العربي؟ وشكون هما المغنيين العرب اللي يسمعوهم؟ ونسقسوهم باش نعرفوا ولا في رايهم الراب العربي يقدر ينافس الراب الامريكي والاوروبي. ايا وافق، اسكو تسمع الراب تاع البلدان العربيه؟ نسمع الراب، نسمع تاع الجزائر مي بصح، ولا نسمع فرونسي بصح، لي الجزائريه تاع الدول كاع، دول العالم كاع، دول العربيه. تسمع الراب تاع الدول العربيه؟ نسمع حتى تاع الجزائر ثاني. محمد تسمع الراب؟ لا خاطين الراب. خاطيك الراب غير راي سونكينغ. ما تسمعش كامل الراب؟ الراب والو، ما تعرف حتى رابر هكا عربي ولا جزائري والو؟ تعرف حتى كينغ وصاي الجزائرينو. دوكا معنا سيدو. سيدو مرحبا بك. الله يسلمك اختي، الله يهنيك. سيدو حبينا نعرفوا رايك في الراب تاع البلدان العربيه. كاين بكري انا كنت سمع تاع البلدان العربيه تاع ليبيا، كان تاع مسلم هذاك تاع مروك ولا تاع تونس، واحد اسمه مسلم يغني مليح ثاني، شغل عنده واحد الاغنيه شغل كيما نقولوا دي بارتي، يطلق رساله ان رساله دو رساله تروا. بكري كنا نسمعوا لطفي ام بي اس، ما درناش مستوى شغل كان حيطلع مي دوكا حبس في هذاك النيفو. علاش دوك الناس ولا تحوس على البوس، تحوس غير على السكسي كاش هو ويا الراب؟ لا يا انت راك تغني راب ثم انت تلحق، تقدر تلحق الميساج، تقدر يسمعك لو موند. انت نسمع الراب. واش رايك في الراب في البلدان العربيه؟ البلدان العربيه كيما زعما تونس هاو ملاح، تونس والجزائر ملاح، المروك شويه، المروك او بي او مازال ما طوروش كيما الجزائر. الجزائر ما احنا عندنا وشي لحقنا العالميه الجزائر. شكون هو لو رابور بريفيري ديالك في الجزائر؟ بريفيري دوكا راهو ديدين، ديدين راهو مليح. هذا لي اغنيه له تحيه كيما يقولوا، كي شايفه هذه هي. واش من اغنيه اللي تحبها بزاف تاع ديدين ولا اللي تشي تخوف بلي كي لا ميير؟ اللي نحبها كازاويه، ديدين كلاش بينه من الجزائر، وفوبيا وتاع تونس نوردو هذاك ولا نوردو. ما نيفو كيما قلت لك هو ما حبسوا في هذاك النيفو. مي كاين دي رابور هكذا في تونس، كاين كيما هذاك اللي غنى مع ديدين سماره، كاين كيما نوردو. ايوا نوردو. تسمع له نوردو؟ ما ماشي نسمعو دائما، مي كاين اغنيات يعجبوني تاوعو. زين انا لي عندي رابور لي زعما قوشي بادك عالم اخر، وشي رابور كاين زادك. هذا لي اغنيه المفضله ديالك؟ زات تا زاتكا كاين سفن هذيك على واخر، هذيك واحد يدير كي يسمع منا يحكم الفضاء ديرك. هذه انا نحب زاتكا. دوكا نسمعوا اغنيه تاع فلان رابور جزائري، تعرفوا فلان؟ ما نعرفوش. ايما نسمعوا طلي رايك. كيف كيف حنا دي الزامي، قد حسيت كبيت حبيت نسامك، عجب الحال جا حلو لساني، وانا انت مخمم كيفاش كنتي ما فيني كنتي ما دار، بعد ماشي عفار حسيت بزاري كي ما بار. سمعتها؟ سمعتها. وشنو رايك؟ مليحة حاجة مليح؟ بلادنا عرفتها؟ ايه نعرفها، سامعها. تحبها؟ ايه باينة هذه، سمعناها بس هذه قديمة شوية. وش رايك؟ شابة هذه الغنية. وشنو رايك؟ ماشي غنى؟ ماشي غنى انا والله ما غنى، ما فهمناش هاد لاشو ناس وشوي تحوس وش ملقو ولا لا شغل تبدل. هذا سعودي؟ اه فهمت، قلت لي من قبل ما نديش الدخلة تاعو ماشي تاع واحد. وانت في رايك اسكو الراب تاع البلدان العربيه يقدر ينافس الراب تاع البلدان الاوروبيه والامريكان؟ او ينافس. انا اختي غير كيما كنت نقلب في تليفون شطاب تاع طلاين،
راب تاع ايطاليا ما امنش اختي روضه الدور قوشي روضه الدور ويدخل في هذيك الروضه ما الاولى قوشي الكليب كيما بدا بيا هكا زعما طابله ومن بعد يدخل في هذيك البيا وبدا من الفوق كاميرا في السماء كاميرا في السماء تدخل تصور طوموبيل هذيك اللي يبدا يدور طوموبيل واش ما تقدرش تصور يا اختي ما بس الراب تاع الجزائر خير منهم الراب تاع الجزائر منهم انا معنا الاب تاع محمد امين تاع الجزائر خير منهم تاع الجزائر خير منهم ورانا فوتنا الدول الاوروبيه نقدروا نفسوهم كامل بالاوروبا بامريكا كل شيء فوتوهم رايو فوتوهم في الغناء تاع الروب فوتو الاوروبيين فوتو لي زاميريكان فوتو كل شيء السعوديين هما ولا هنا نفور عليهم جزائر جنة فور علي بصح الزعيم تاعهم ديدين في البلدان العربية كامل ديدين اسكو انت تشوف باللي الراب في البلدان العربية يقدر ينافس لو راب تاع البلدان الأوروبية وبيان سور ماريكان ولا اللي هي الأساس ما بيجي توباك ما فيهاش قاعدة ما تيموجينيهاش أصلا ولاش اللي راح هما بداوها وهما اللي خلقوه الراب وهما اللي ما شدوك وبالك مازال كاين لا جونيس طالع كاين مواهب مازال ما بانوش ما لقاوش كيفاش يبانو ثاني انا بور موا سما ملي كنت صغير ماشي كنت صغير ديجا انا كبير عليه انا كبير عليه ماشي صغير عليه كي كان يجي لهنا كان يريح مع فارس بيكي كذا كانوا يريحوا هنا في الخلاخه انا كنت نبيع ريحه كنت نقول لهم هذا رابر يعجبني بس كان يحكي كلام شغل كلام انتيك ديدين كلاش كان صغير كما نقولوا ما قال خرج من ستيل هذاك مي انا كي كنت نشوفه هنا كان يجوز عليا كذا نقول لهم الطفل هذا والله غير قاصح باسكو علاش هو على بالي بلي شغل او يخدم بعفسه اللي شغل تبعوها الناس مي لو كان ولات ليه زعما نقولوا هو واش يحب كما نقولوا يحط غنى كما نقولوا حنا يعني يقيس دي سيجي يقيس فيه امن المجتمع كاين بزاف غنى تاعو قديم ناس الدراري تاع دوكا ما يعرفوش الغنى تاعو قديم هذاك كما نقولوا شغل تاع هو ويحكي مع الشيطان زعما الشيطان شغل اللي جرى عليه زعما في قضايا هكذا شغل عنده غنى شباب تما انسان والانسان الدنيا هذه شوفي الغنى صح حرام وكذا على بالنا بلي حرام بصح منين داك وين تدي كما نقولوا تدي نصيحه من غنيه وتجي خارج سا ديبون تاعي في الساعه هذيك اذا كان ربي حاب يهديك تكون تسمع في الغناء وربي يهديك من غنيه وتجي خارج واذا كان ربي حاب يضلك تكون تسمع في القران تطغى وكذا وتشوف روحك بلي صحيح وتجي خارج هذه هي وشنو هي الغنية بريفيري ديالك اللي تسمعها تاع ديدين؟ غنية عنده بزاف غنى شباب، مي شغل الغنية اللي شابة شغل تعجبني خطوني القديمة تاعو خطوني ونعيش وحداني، ماشي القديمة تاعو اسمها كان رامي قبلها مي خطوني هذيك شغل هي اللي نعيش وحداني هذيك هي سوفاج روبري جوج ماني قديمة في 2015 هذي كان هذا اراء الناس في الشارع عطونا نتوما اراءكم في التعليق وعطوني الرابور العربي اللي تحبوا تسمعوه هكذا نكونوا لحقنا نهايه حلقتنا الخاصه بالراب اليوم صحه مولودكم مره اخرى ونقول لكم نتلاقاو غدوه تشاو